هذه الوقفة أردناها أن تكون لتشجيع أبنائنا من كل الطلبة وكعينة. إن شاء الله هذا الامتحان وهذا الموعد يكون موعد مكلل بالنجاح، وإن شاء الله أبنائنا هذه المرحلة ينتقلوا إلى مرحلة ثانية ألا وهي الثانوي في ظروف جد عادية. نشكر المشرفين، أولا أسرة التربية، من معلمين، من مؤطرين، من مسؤولين على رأس القطاع. مراكز إجراء شهادة تعليم متوسط لولاية ولاد جلال بلغ عدد المراكز 17 مركز بما فيهم مركز إعادة التربية. أما بالنسبة للمؤطرين حوالي 2088 مؤطر من بينهم 101 أعضاء أمانة. بالنسبة للملاحظين فبلغ عدد الملاحظين بالنسبة لمراكز الإجراء 17 ملاحظ على عبر تراب الولاية.